صحيين، بغيت نقسمهم معاكم باش تشوفوهم كيجيو طيبين من التحت والطبين بزاف بزاف بزاف. فنين غزالين الطبين صحيين. الزبينة كيكونوا عندنا ما كنعرفوش اش نديرو بيهم، بارفوا كيبانوا لينا وما كنعرفوش اش نديرو بيهم. ها هما غنيين بالحديد، غنيين بالفيتامين، غنيين بالمغنيسيوم، يعني غنيين بزاف ديال الفيتامين حنا ما كنعرفوهمش. جاو صحيين، جاو طبيعيين بزاف بزاف، جاو فنين حتى في المذاق ديالهم. يعني خاصكم تجربوهم ضروري ومؤكد، جربوهم وما غاديش تندموا. وطبيعة الحال خليو لي لي كومونتير ديالكم شكون اللي مجربهم. هذه طريقه شاميه، ما كيجيو زوينين فنين. تقدروا نتوما تغيروا في الطريقه ديالتكم، ولكن المقادير ديالها هي هذه، العجينه ديالتها هي هذه. تقدروا نتوما تغيروا طريقتكم، لمستكم بطبيعه الحال. دائما ديروا الجديد ديالكم نتوما بلمستكم نتوما، باش دائما تخليوا اللمسه ديالتكم. من عند ما خديناها من عند فلان، انا حاولت غير نجرب لكم طريقه باش تجربوها، وتقدروا نتوما ما ديروهم صغيرين، ديروهم كبار من هكا. ما بصحه وراحه لكم. نتمنى انكم تدعموني وتخليوا لي لي كومونتير زوينين بحالكم. كنبغيكم بزاف بزاف. نتلاقاكم في فيديو جديد ان شاء الله. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه ديالتي اللي هي سهله، باش تنوعوا مائدتكم في رمضان بطبيعه الحال. بصحه وراحه لكم. نتلاقاو في فيديو جديد. السلام عليكم.